شهد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي توقيع عدد من اتفاقيات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء، وذلك على هامش انعقاد قمة المناخ بشرم الشيخ. أكد مدبولي أن المؤتمر يعتبر قمة التنفيذ لتعهدات الدول لمجابهة الأزمات المناخية، مشيرا إلى أن المشروعات الخضراء المصرية التي تم توقيع عدد من اتفاقياتها تعمل على مكافحة التغيرات المناخية. أجل لابد أن تنظر إلى هذا المؤتمر COP27 كأنهم مصداقية لكافة العهود والتعهدات التي ربما منذ 5 أو 6 سنوات مضت. وأتذكر هنا على وجه الحدود، إذا فشلنا في هذا المؤتمر إلى نقل هذه التعهدات والالتزامات إلى تنفيذ، إذا انسوا الأمر فيما يتعلق بالتغير المناخي. لذا أنا سعيد جدا، سعيد للغاية بأن نكون هنا معا، واليوم كل هذا الحشد وهذه المجموعة المهمة وأيضا مع زملائي هؤلاء هنا من الوزراء لتوقيع كل هذه الحزمة من المشروعات التي بالفعل تحت عنوان إنوافي، التي ستكون في متعلق بالأمن والمياه والأمن المائي والغذائي، وأيضا في متعلق بالاستدامة في النقل وإيباكت للمشروعات الخضراء. كل هذا يساهم في تنفيذ خطتنا المناخية المصرية القومية التي وضعناها لعام 2025.